هكذا تبدو بوابة مدينة لودر أكواما من النفايات المتكدسة في كبرى مدن أبيان التجارية والاقتصادية، وهو نفس الحال والمناظر التي يشمئز منها كل من قصد زيارتها وأسواقها الممتدة على طول هذه الشوارع وما تتفرع منه. مديرية لودر طبعا الكل يعرفها، والكل هي في هناك ازدحام سكان كبير جدا وفيها تجارة، وهي المعيار الرئيسي لكل المديريات، وتتغذى منها أيضا مديرية موديو والمعفد وقيشان، وهي مركز تجاري كبير جدا جدا. أسباب كثيرة جعلت من مدينة لودر تظل في هذا المستنقع رغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها عمال النظافة، حيث تبرر السلطة المحلية في المديرية عجزها عن إيجاد وشراء قطعة أرض لتكون مكبا للنفايات خارج المدينة بأن ذلك قوبل برفض ملاك هذه المساحات. أملنا كبير في الشخصيات الاجتماعية التي جلسنا معها بمساعدتنا والوقوف إلى جانبنا. نأمل أنه نحن والسلطة نبحث على موقع أقرب إيجار أو شراها. مشكلة فاقمت من معاناة أهالي مدينة لودر وتنذر بكارثة بيئية خطيرة ربما تنتج عنها العديد من الأمراض والأوبئة ما لم يتم وضع معالجات وتدخل السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة لإيجاد أماكن خاصة لكل هذه النفايات. محمد مهيم، قناة بلقيس، أبيان.